هو فوق في طبقات الجوف فيش اكسجين اصلا؟ لا مفيش اكسجين فوق فوق بقى فوق كل ما بتعلى بتقل خالص لحد ما توصل لمرحله. او هنا لو في عندك هنا جلطات هنا برضو في المخ برضو نفس الكلام. ده الرئتين دي ده الرئتين دي مثلا دي مكان هنا جلطه في الرئه في الشريان الرئوي فبدا هنا جزء بقى يموت برضو هنا الشهيق وايه والزفير. اذا هنا هنيجي عند نقطه مهمه جدا ان بقى برضو في رحمه ربنا. شوف احنا لما بنطلع فوق في السماء في الطياره وفي لو الطيارة وقعت ترى ما بتقع لو وقعت مثلا واحد ساعات في مطبات هوائية طبعًا. بتنزل مطبات هوائية ساعات بحس ان روحه ايوان لو هي مطبات هوائية مثلا دي 300 متر عادي انت عارف لو هنا لو السرعة بتاعت يعني لو مطب هو 300 متر الانسان يتحمله لو هنا السرعة اكتر من 1 كيلو في الثانية سقوط بيحصل حاجة حلوة جدا جدا حلوة بالنسبة للإنسان ورحمة من عند ربنا إيه؟ إنه كل هنا الشعارات الدموية اللي في المخ بتفرقع بحيث إنك بتفقد الإيه بتفقد الإحساس تماما بحيث اللي بينزل بقى بيقع بقى في البحر بيتحرق بيموت بكلام ما بيحسش خالص باللي حصل. أيوة. إذا سرعة النزول كانت أسرع من كيلو متر من ألف متر في الثانية يعني ساعة الطيارة بتقع وقع جامدة جدا لأسباب موجودة في الطيارة أو ما ضربت بصاروخ أو وقعت محركات أو كلام من ده. السرعة الجامدة قوي بتعمل هنا رابشر للكابيلاري أو الشعيرات اللي في المخ. يعني رابشر كابيلاري يعني بتفرقع يعني اللي هو الشعيرات كلها في المخ كله يفرقع مش مخ الشعيرات الدموية المغذية للمخ المغذية للمخ بحيث انك انت بتفقد الايه بتفقد الاحساس خلاص الاحساس تماما. اي حاجه عشان بس انا بقول للناس يعني عشان الناس اللي لما بيقول لك يا حرام لا ما حاسس بحاجه هديك مثال اهو ما بيحسش باي حاجه خالص يعني السرعه نفسها بتعمل بس كده لو نجا لو تم نجاؤه معذره يبقى انسان ميت يعني لا ما هو ما فيش حد هو مات بقى واللي بينزل ما كلام جميل هو في بقى مثلا هنا يعني في ساعه الانفجار شعيرات المخ هو مات اصلا لا في جزء كده هديك مثال اهو في جزء كده وجزء كده هديك مثال انك انت واحد مثلا راكب العربية وعمل حادثة فتقول له انت ايه انت جبت هنا يقول لك انا فين انا ايه اللي جابني هنا صحيح هو دخل المستشفى ويقول لك ما حاش حاسس يقول لك انا ما اعرفش انا فاكر انا كنت راكب العربية اللقطة التانية لقيت نفسي هنا هو طبعا ماشي بالسرعة والعربية فالعربية ما صدمت فحصل حاجة اسمها بي سي او انها بوست كونكشن يعني بيبدأ المخ يترج فلما بترجع بيحصل له بلوك بحيث بيفقد الاحساس تمام باللي حواليه يقفل يبدا بقى يستعيد بنقول عليها بوست بنعاده 24 ساعه لحد ما يبدا المخ يعمل ريستارت تاني من جديد يبدا بقى ايه يبدا يفوق تاني من جديد. هنا بقى في الطيران السؤال اللي سعادتك قلته بقى لما بحصل هنا الاوعيه او الشعرات الدمويه بيسرب ميه حوالين المخ الانسان بيفقد الوعي يسرب ميه السائل الزلالي ولا لا ميه عاديه جدا ميه من ما هو الاشارات دي عباره عن فيها ايه عباره عن فيها دم وفيها بلازما فبتطلع حاجات بره المخ فطبعا دي بتعمل بلوك في المخ بحيث ان الواحد ما بيحس باي حاجه. طيب لو نزل بقى من غير اصابات ما انت بتقول مثلا في ناس ماتت وناس اصابت لا يعني هو لو هو في غيبوبه كده ولا حاجه ممكن بقى جزء بقى في غيبوبه لكن لو هو اصيب اصابه جامده مميته خلاص بيموت بس من غير ما يحس يعني مثلا حصل حروق حصل تقسم يعني حاجه صعبه جدا هو ما حسش بيها الهدف من هذا الكلام ايه ان احنا بنقول هنا قد ايه رحمه ربنا بينا وقد ايه هنا النعم اللي ربنا عايشنا فيها واحنا مش حاسين بيها ازاي ان الاكسجين اللي احنا بنتنفسه بناخدش بالنا وبنجري ونروح فكان ظهرت امتى لما حسينا في قصه الكورونا.